خيرك يا باشا. لا لا بحس يعني. كنت بتعيط ليه؟ بس دي أول مرة أسيب أبويا لوحده. صعبان عليا أوي يا باشا. خلي بالك منها، انت قعدتني، انت راجل بيت دلوقتي. هتوحشني قوي يا زهير، هتوحشني قوي، حتى كمان مفيش تليفون. معلش يا رب، اقل من شهر ان شاء الله وهرجع على طول. ربنا يجيبك بالسلامة يا ابني، ربنا يجيبك بالسلامة. يا رب احميه يا رب ووفقه ورجعه ده بالسلامة. اللهم سدد خطانا ووفقنا إلى ما نحن مقبلون عليه. آمين. الظاهر البشاري الحلوة جاتنا جميل. كلامك حلو يا شيخ حسن. مالك يا زاهر؟ لا لا قصدي اول مره اسيب فيها امي. بس انا اجي باشا، ما واحد بعت على ابوه والتاني بعت على امه. تلم نفسك يا ابراهيم، مش ناقصك من اولها. بس بقى ما تتلم. يلا اتلميت يا باشا. الملاه في السعد. بقول لك البشاري الحلوه جت. والله زي ما بقول لك كده يا ناجي بيه. جت ازاي يا شيخ حسن؟ شفت منام ليله امبارح. شفت ايه يا شيخ حسن؟ شفت خير، اللهم اجعله خير. قال ايه؟ احنا كلنا زي ما احنا كده، لابسين ابيض في ابيض وماشيين في حديقة غناء وارفة الأشجار، نجري ونلعب ونلهو، ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطاير وترفرف وتهفف. الله الله يا شيخ حسن، الله. وده معناه يا شيخ حسن؟ إن موعدنا الجنة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أمواتاً؟ الشيخ حسن، هو أنت بالنسبة للمنام عندك يعني يبقى كله في الآخرة؟ ما فيش حاجة في الدنيا؟ إيه اللي أخره؟ إحنا مش معادنا 8؟ الغيب حجته معاه. اهو جه اهو يا باشا. امسك ده مؤاخذه يا باشا، انا عارف انك زعلان مني، بس صدقني انا قاعد مستني حضرتك من الفجريه، واول ما الميعاد هبق امي اتشكلت في الحته، سلبت امي من الخناقه وجيت لحضرتك جري. انا مواعيدي ما فيهاش هزار يا عبد الجليل. عارف يا باشا، بس اعمل ايه بقى في الوليه ام ثابت دلقت على امي جارده الميه وسخه، امي بقى ما سكتتش، قامت طالعه جايباها من شعرها بقميص النوم ومسحت بيها المنطقه، والراجل بقى الراجل هو جوز الوليه ام ثابت ده نزل قال ايه عرض لنا في صوته ويفتح لنا صدره. ما انت عارفه يا باشا. عارف مين؟ جوز الوليه ام ثابت. جوز الوليه ام ثابت مين؟ مسعد. مسعد مين؟ مسعد يا باشا، مسعد. فاكر حضرتك لما مؤاخذة لما جيت لنا البيت كان في راجل في الشباك اللي قابلنا عمال يكارك؟ يكارك؟ اه يكارك. والولية أم ثابت رمت على أمك مية وسخة ليه؟ أصلها مرة كيادة، مرة كيادة يا باشا، بتكيد أمي عشان إحنا بيتنا وقع وهي بتبات في الشارع وهي بيتها لسه سليم، بس يمين بالله أنا بدراع واحد في حتة البيت أجيبه أرض أرض، ولعلمك يا باشا أنا أمي عملت معاها الصح هي وجوزها مسعد. أنت هتقلب دماغي؟ أنا مال أنا ومال أمك وأم ثابت ومسعد؟ المهم وصلت الحاجة اللي أنا بعتها معاك؟ وصلت يا كبير، وصلت. اطلع إبراهيم. أنا أروح فين إن شاء الله؟ بورسعيد. إيه ده يا باشا؟ هو أنت مش كنت قلت لي إن إحنا هنهبق على بنك في إسرائيل؟ آه. إيه إسرائيل احتلت بورسعيد؟
يا جدعان حد يكلمه. خلاص يا باشا. حد يكلمه. خلاص. بطل مغلق فيه. أنا آسف يا باشا، أنا آسف كبير. اطلع إبراهيم. أقول لك يا زميكي، هو الكبير زعل ولا إيه؟ يا دوم يا دوم يا دوم. يا نعمة يا كبير، انت الشغل معاك لذة لذة، يعني رز وسمك وفصور والبحر كمان، ده احنا في الجنة. بقولك يا كبير، انا من رأيي يعني ان احنا بعد ما نهبق على البنك ده ونسطفه ندور على بنك تاني على طول كده، حموتها في حموتها كده على طول، دورة ده. انت تفتكر بعد ما هتسرق البنك ده هتحتاج بنك تاني تسرقه؟ مش احسن من نقعد عطية بس، ده ليه تبطلها نكسب؟ اهو الطمع ده هو اللي هيودينا ورا الشمس. القناعة كنز لا يفنى، هو بنك واحد كفاية، ها؟ نسرقه وبارك الله فيما رزق. الله يا شيخ حسن، اللهم بارك فيك. تعرفوا احنا رايحين نسرق البنك ده بالذات ليه؟ يا باشا اتكل على الله، ليه ايه؟ ده سؤال رزق وربنا بعته لنا وصحبة حلوة. وبيني وبينك الواحد كان محتاج يغير جو من زمان. انت ليه يا ابراهيم محسسني كده ان احنا طالعين رحله؟ واخد المساله ببساطه ورايق قوي. احنا داخلين على عمليه خطيره، عمليه شبه انتحاريه، اي خطا قد كده ممكن يودينا في داهيه. فاهم يا ابراهيم؟ فاهم يا باشا. يكفينا ثوابا يا باشا ان سنغزو اعدائنا في عقر دارهم حتى لو متنا. متنا ايه؟ متنا ايه؟ حرام عليك يا شيخ حسن، فالله اعرف فعلا.